تيجي تصيده يصيدك، ده المثل المصري اللي نقدر نوصف بيه عملية الصاعقة اللي نفذتها المخابرات المصرية في قلب العاصمة البريطانية لندن، وكانت من أهم عمليات الخداع الاستراتيجي وقت حرب 73. القصة بدأت في فبراير سنة 72 لما سافر هشام علي محجوب مع والده المريض على لندن، بعد ما نصحوا الأطباء بأن علاج مرض والده مش موجود غير هناك، فقرر يقدم أجازة مفتوحة من شغله ويبيع كل ما يملك في مصر علشان رحلة العلاج دي. هشام محجوب كان ضابط أول عمليات في شركة مصر للطيران، مهمته تحديد مسارات وارتفاعات الطائرات ومتابعة نوبات عمل الطيارين والأطقم. طبيعة شغله خلته دائم التردد على لندن، وكان مكون صداقة مع راجل مصري اسمه رأفت، وكان شغال مدير فندق رويال لانكستر واللي نزل فيه هو والده علشان يقعدوا فيه طول فترة العلاج. بس فترة العلاج طولت والفلوس اللي مع هشام بدأت تخلص، فقرر انه يطلب من صديقه رأفت انه يشوف له اي شغل علشان يساعده في المصاريف لحد ما يرجع مصر تاني. بس رأفت ما كانش مجرد مدير للفندق، وكانت شغلته الاساسية صائد للجواسيس، وده لمصلحة مخابرات العدو، وطلب هشام ليه خلاه صيد سهل جدا بالنسبة له. وفعلا رأفت اخد هشام وعرفه برجل اعمال لبناني كان اسمه ادوارد كوشير، واللي كان في الحقيقة ضابط في مخابرات العدو. ادوارد قال لهشام ان الشركة بتاعته عايزة تفتح مكتب ليها في مصر للاستثمار في مجال الجرارات البلجيكية، بس علشان يتم الموافقة على المشروع محتاجين دراسة عن السوق المصري وفرص الاستثمار المتاحة فيه، واتفق معاه على راتب شهري 600 دولار، واداله كمان شهر مقدم. ونزل هشام على مصر علشان ينفذ اول مهمة مطلوبة منه وهي جمع المعلومات، بس اللي ما كانش يخطر على بال هشام ان المخابرات المصرية راصدة كل تحركاته وكمان مقابلاته من اول ما دخل فندق رويال لانكستر في لندن. وفي الاجتماعات المغلقة رجال المخابرات المصرية كانوا مختلفين على كيفية التعامل مع هشام، هل يقبضوا عليه متلبس وهو بيجمع وبيبعت المعلومات، ولا يسيبوه يفضلوا مراقبينه علشان يعرفوا العدو بيفكر ويخطط لإيه. وأخيراً استقروا إنهم يسيبوه علشان يحطوا في طريقه المعلومات اللي هم عايزينها توصل للعدو، وأطلقوا على هشام اسم كودي وهو السنجاب، وعلى العملية اسم الصاعقة. ورجع هشام على لندن علشان يسلم المعلومات المطلوبة منه، واكتشف المفاجأة وإنه دلوقتي شغال مع مخابرات العدو، وما كانش عنده أي فرصة للرفض بعد ما رأفت هدده بتسجيلات ليه، وإنه لو ما اشتغلش معاهم هيسلموا الملف بتاعه بالكامل للمخابرات المصرية، فقرر يشتغل معاهم ويستفيد بالفلوس اللي بيدوها له. واستمرت المخابرات المصرية في مراقبته بشكل يومي واستكمال الخطة اللي من خلالها قدموا معلومات مضللة عن استعدادات الجيش وتحركاته، واللي كان ليها دور كبير في تحقيق نصر أكتوبر. رجع هشام لمصر ومعاه والده علشان يستكمل اللي باقي من علاجه، وكمل في عملية التجسس لحد ما جيهم 6 أكتوبر 73. وبعد العبور بساعات هشام ما كانش عارف يعمل ايه او يتصرف ازاي، وقرر انه هيهرب من مصر، ورجع على بيته علشان يلم حاجته لقى رجال المخابرات المصرية في انتظاره. بعد التحقيق معاه اعترف بكل حاجة بالتفصيل، وتقدم للمحاكمة وتحكم عليه بالتخلص من حياته بعد إدانته بالخيانة والتجسس لصالح العدو.